السلام عليكم. واللعيبه عندها اراده قويه جدا، اللعيبه ايضا بقى لها فتره مركزه، بتقول ان احنا الو نعم. انت خليك مع اللعيبه ولا جاي لنا هنا؟ السلام عليكم فضيلة الشيخ. السلام عليكم وبركاته. الغي اللعيبه اللي عندك، الخرابيط اللي عندك. اعتذر اعتذر. لا مش تعتذر للنين، لان ما يعني انا ما اتحمل، لكن انت امام الله ما موقفك؟ اللعيبه وما اللعيبه واللغو والهدف والجون والولد فلان ضيع فرصه، كل الكلام العبث ده يوم القيامه مرمي في عياذا بالله، ما له اي قيمه لا في دنيا ولا في اخره. تفضل. فضلت الشيخ لهداية ابني، يعني شاب في مرحلة مراهقة و... الله يهدينا وإياك وإياه يا رب وذريتنا وذريتك. أنا بقول لفضلتك أنا اضطررت للتعامل مع البنك لحفظ مال، لأن عندي مبلغ كبير فما ينفعش أسيبه في البيت. طيب. فهذا المال جاء عليه فائدة، فأنا عايز أتخلص منها، فمش عارف يعني أتخلص منها إزاي. أعطيها للفقراء لا تربطك بهم قرابة وفي مصلحة عامة من مصالح المسلمين. يعني ينفع اديهم لاي حد قريب مني، مثلا حد بيتجوز قريبي اساعده بيهم؟ لا قريبك لا، ستعود الفائده عليك. يعني حد بعيد عني خالص اديهم له عادي. الله يسلمك. تمام. السؤال الثاني على سبيل التخلص.